كريم. معنا اليوم لاعب حارس مرمى فريق المولودية الوجديه محمد الخلوفي. محمد الخلوفي مرحبا بك معنا. السلام عليكم. محمد الخلوفي ممكن تجيب لنا كيفاش تمت الاستعدادات ديال فريق المولودية الوجديه، خصوصا انك انت واكبت الفريق منذ الاستعدادات الاوليه بمعسكر؟ بكل صراحه كانت استعدادات مزيانه، وكنشكروا الجمهور ديال مدينه وجده، كنشكروا واحد مساندنا طيله هاد الاستعدادات، وكنتمناو من الجمهور الوجدي يجي يساند الفريق اليوم ان شاء الله. بالنسبه للمقابله اللي غادي تلعبوها بالفريق ابن رجاء ميمنلال، كيفاش كانت الاستعداد ديالها؟ واش كانت استعدادات خاصه ولا عاديه جدا؟ لا، كانت استعدادات عاديه كجميع المقابلات. يعني واش يعني كنوجدوا بطريقه عاديه، يعني ماشي شي حاجه اللي هي كراف اللي نخليو بان كجميع المقابلات وصافي. يعني واش ممكن تقول للجمهور ديال الفريق المولودية الوجديه حتى غادي يتابع الفريق ان شاء الله؟ كنتمنى من الجمهور المولوديه يجي كتفنا يجي عندنا بكثافه ويساند الفريق لحقاش، فحنا في حاجه ماسه للجمهور الوجدي، وكنتمنى غدا يجي يكون معنا ان شاء الله. ومش متفائلين بالنتيجه ديال المقابله ديال غدا ان شاء الله؟ ضروري ان شاء الله يكون الرباح ان شاء الله. شكرا لك سي خلوف.